بين يبدو أنه عدالة السيسي ما بتتأخرش والأحكام القضائية بتصدر أسرع من الدليفري بتاع البيتزا. مدبولي طلع من كام يوم وقال أن المتسبب في حديث أتوبيس الجلالة اللي أنتوا فاكرين نسيتوه اللي راح فيه شوية شباب هو السواق، وقال أن ده خطأ العنصر البشري. أفكرك باللي أنت نسيه. بالتأكيد هناك مساحة أكثر لموضوع الرقابة أكثر على السائقين، وإزاي أن احنا نضمن يكون هناك تفتيش دوري ومستمر، ما يبقاش حتى مع تجديد الرخص، بالعكس يبقى هناك على بالذات سائق الحافلات يبقى بصورة مستمرة ودورية وأكثر يعني كثافة، علشان نضمن أن ما يحصلش أي يعني حوادث بهذا الشكل اللي حصلت في حادثة الجلالة، لأن حضراتكم شفتوها هي يعني في الأساس هو للأسف خطأ بشري من السائق بتاع الحافلة. ولكن يعني إحنا هنتحرك في هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا على أساس أن إحنا نحاول بقدر الإمكان إن شاء الله نؤمن ونقلل من هذه النوعية من الحوادث. انا بصراحه لو بيدوا مدبولي فلوس على كذبه يبقى يستحق والله، لانه بيكذب كتير قوي. يا دبدوب يا دبدوب، ما عداش كام يوم على كلام عم مبلولي ولقينا المحكمه النهارده طصت سواق الاتوبيس 15 سنه. شوف الافتراء، 15 سنه بالسرعه دي قدرت النيابه تحقق وتتاكد بالدلائل ان السواق فعلا هو المتسبب في الحادث؟ الا ولا الحكم ده جالكوا ازاي؟ يا ترى كمان بالحكم ده حليتوا مشاكل الطرق والدنيا بقت تمام، الحشيش تمام، مفيش مشكله في الطريق اللي باين من صورته على الخريطه بالقمر الصناعي انه خطير جدا وانحدار رهيب واللي سموه طريق الموت حرفيا. اهو قدامك، اهو مفيش خلاص يعني كده. انتوا ما شاء الله عليكم يعني 15 سنة سجن يا عم. بص على الطريق فيديو كده، انتوا ما شاء الله عليكم يعني. اهو الطريق فيديو، ابعت له كده. تبدأ في المطلع الجامد اللي هينقلك من ارتفاع 71 متر فوق سطح البحر لمستوى 700 متر فوق سطح البحر فوق هضبة الجلالة، ولما ندوس يمين على مسار طريق الجلالة ونختار إظهار ملف تحديد الارتفاع واللي بيعرض رسم بياني بارتفاع كل نقطة في الطريق، فهتعرف إن العربية اللي انت سايقها مطلوب منها إنها تطلع من مستوى 70 متر لمستوى 700 متر خلال مسافة من الطريق مقدارها 29 كيلو فقط. ده انت في بعض أجزاء الطريق هتعوز ترتفع بمقدار 30 متر ارتفاع في مسافة 1 كيلو فقط، فعلشان العربية ما تتعبش منك في المطلع ده فأنا أنصح إنك تهدي السرعة شوية وتخليها 80 أو 90 بدل 110، وممكن حتى تمشي على الغيار الرابع لو عربيتك مانوال أو السيبترونيك علشان تدي الموتور عزم أقوى. احتمال تكون شايل ناس كتير معاك في العربية والعربية وزنها تقيل، واحتمال كمان يكون في مقاومة هواء شديدة لو خليت سرعتك عالية، فاعمل كده ونزل السرعة حتى لو عربيتك قادرة تطلع بسرعة، لأن ده هيريح الموتور شوية من عناء الطلوع، والصعوبة هتكون أكتر وانت راجع لأنك هتبدأ تطلع من بعد الزعفرانة وهيكون اتجاه الهواء جاي في وشك، ومنطقة خليج السويس معروفة بالرياح الشمالية السريعة. وانت نازل طبعا بلاش تفضل دايس فرامل باستمرار علشان التيل والطنابير ما تسخنش منك جامد وتحصل حريقة لا قدر الله. وده زعناه قبل كده، وزعنا كمان شهادة الطالب بتاع هندسة اللي قال الطريق غلط يا جماعة، وزعنا شهادات الطلاب عن الحادثة اللي هم شهود حادثة اللي المحكمة لازم تاخد بشهادتهم. والله زعناها الشهادات دي، زعناها. هذه ليست الحادثة الأولى والطريق نطلق عليه طريق الموت. مات لنا أصدقاء بالجامعة في حوادث مشابهة، الطريق هندسيا غلط، نازل بانحدار مخيف خطر. الجامعة وعدت سابقا بتوفير سكن لجميع الطلاب وأخلفت وعودها، سكن الجامعة غالي مما يدفع الطلاب زعنا ده. إنما المحكمة ما خدتش 15 سنة. اللي بيحصل في جامعة الجلالة حقيقة بسبب اللي بيحصل ده، منظمات عملت حملة توقيع للتضامن مع طلاب جامعة الجلالة في مطالبهم ورفضهم تحويل التعليم الأهلي لمجرد سلعة أو سبوبة، وده اللي قالته العربي الجديد. حملة توقيعات للتضامن مع طلاب الجامعة في مصر، التعليم ليس سلعة. بعد الحادث وعشان الجامعة بقى تمتص غضب الطلاب، راح طلع السيد رئيس الجامعة يقول لهم إيه رأيك يا أولاد؟ إيه رأيك؟ اسمع، صلى على النبي، تاهت ولقيناها. أنت تطلع على الطريق تاخد عربيتك أو أي أتوبيس بشيلن وتطلع على الطريق وتعمل الحادثة.
اصبر بس معاي، طول بالك، اعمل حسب مزاجك. ابوها وامها ايه؟ ديتها ايه؟ هعمل لك اسعاف. ده المخ البرلاند. انا هعمل لك اسعاف. واسعاف ايه؟ لا ومين بقى؟ ده انا مش هخلي لك اي حد يعمل لك الاسعاف دي. ايه ما رايك يا ولا على راي المنيويه؟ اعمل لك، اخلي القوات المسلحه تعمل اسعاف. شفت بقى؟ اسمع يا بي، اسمع. التغطيه الصحيه، او ان احنا يكون عندنا مكان امن علشان لو حصل اي حد كمركز طبي. فان احنا يكون عندنا المستشفى، وما النهارده برضو مع القوات المسلحه قلنا هنجهز سريعا مكان بحيث ان هو يكون جاهز للطوارئ في اقرب وقت الى حين الانتهاء من كل التجهيزات المطلوبه لمستشفى. طيب. مستحيل، مستحيل. يعني بص، شوف الـ شوف الـ شوف الافكار، شوف الافكار. انت تطلع اعمل حاسه، مالكش دعوه، انت سلم نفسك للطريق يا بيه. اخرها ايه؟ هعمل لك وحده اسعاف، اقسم بالله. واخلي مين؟ القوات المسلحه هي اللي تعملها شغل المعلم لابنه. وما خلينا نوقف هنا بقى، اللي هيعمل وحده الاسعاف مين؟ الجيش، صح كده يا معلم؟ ما هو كان من الاول. طب ما كان من الاول الطريق تعمل له وحده اسعاف، ايه رايك؟ يعني من الاول طريق عاملينه، ما تعمل له وحده اسعاف. بس هو ليه لازم الجيش يعني اللي يعمل؟ عشان يبقى منقذ. الجيش تدخل فبقى انقذ، فعمل اسعاف. الجيش صعب عليه ولادنا، الجيش هو اللي عامل الطريق غلط، ونسي يعمل عليه الاسعاف غلط برضه. فالجيش بقى يخش دلوقتي يقول لهم لا خلاص خلاص خلاص، اوعى بس انت، هو انا اخش اعمل اسعاف. مش انا بقى هصلح الطريق، لا. مش انا بقى العيال دي تسكن في مكان في الجامعه، لا. مش انا هوفر سكن رخيص، لا. همشيك على الطريق وانت مطمن ان انت اي اصابه معايا، على راي سيد زين برقبتي يا راجل. ده جالس كده، ده رئيس الجامعه قال لك احنا لسه هنخاطب القوات المسلحه عشان تعمل 2500 سيل للطلبه. كمل يا بيه اتفضل. يعني خلاص اجتماعنا النهارده ان في مدينه سكنيه امام الجامعه، القوات المسلحه هتم تجهيزها، دي هتوفر لنا حوالي 2500. دي موجوده بالفعل، دي موجوده ومبنيه، وبيدخل لها بقى المرافق ويتم تجهيزها، والبقى انت عارف حضرتك العفش هتبقى يتم تجهيزها للسكن. فده وعد ان شاء الله من القيادات السياسيه، القياده السياسيه، ان ده في اقرب وقت يكون ال 2500 سرير دول هيكونوا جاهزين لاولادنا، واتفقنا على خطه بحيث ان بناتنا يكونوا داخل هذه المدينه، والولاد طبعا يكونوا موجودين. ما سكتناش على السنه دي يا استاذ شريف، لا، ده انا حتى قلت لهم ان احنا كمان تواصلنا مع مطور من المطورين العقاريين، واحد تاني غير اللي احنا متعاقدين معاه، ان يوفر لنا في 8/25 3000 سرير كمان. فاحنا بنتكلم ان الجامعه ان شاء الله مع 25، يعني 8/25 يكون عندنا ما يقرب من 10000 سرير متوفرين داخل جامعه الكهف. امال ايه؟ على راي اللي قال لي دلوقتي كلمه الحبيب اسمه ايه؟ بتاع تونس اللي مش اسمه ايه؟ زين العابدين. انا فهمتكم، فهمتكم، انا فهمتكم. هنوفر السراير. انا يا بيه الدنيا باظت يا ريس. طب وليه يا دكتور كلمت القوات المسلحه انها تعمل سراير وقت اسعاف؟ مصر مليانه شركات قطاع خاص، وعندنا سويرس، وعندنا شركات تانية، يعني عندنا حتى شركات تبع الحكومه، بس لازم الجيش، لان الجامعات دي يعني سبوبه، والشغل ده سبوبه، والسيسي ادى البلد سبوبه، وفي الاخر الصندوق النقد لما يقول لنا الجيش ينسحب نتقمص ونزعل. بالامر المباشر السيسي يعفي الجيش من 40 مليار تراخيص بناء الجامعات الاهليه. طلعت الجامعه نفسها سبوبه للجيش. السيسي يعفي الجيش من 40 مليار. 40 مليار طبعا يا معلم، سبوبة المغول. مصروفات التعليم الخاصة دي سبوبة حلوة قوي، ما ينفعش السيسي يسيبها لأصحاب الجامعات الخاصة. زي ما قال الخبر كده، الجامعات الأهلية السيسي يتقاسم كعكة المصروفات مع حيتان التعليم الخاص. ليش؟
عشان كده السيسي توسع في إنشاء الجامعات الأهلية، لأن لقى فيها سبوبة حلوة، فلوس حلوة قوي، وزباط الجيش وقارة الجيش الكبار عايزين السبوبة دي. وزير التعليم السيسي أعاد فكرة الجامعات الأهلية لمصر مع الجمهورية الجديدة. مدبولي قال لك مش بس كده، طالما السبوبة فتحت نعمل بقى جامعات، فهنعمل 20 جامعة أهلية خلال السبع سنوات الجاية. اتفضل يا بيه. الحقيقة أنا سعيد جدا 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 بوجودي النهاردة اليوم في تخريج، حفل تخريج الدفعة الأولى من خريج الجامعات الأهلية. وزي ما حضراتكم سمعتم جميعا، هذه الجامعات كانت حلم. والحقيقة احنا عندنا في مصر بنبقى يعني طول عمرنا بنحلم بحاجات كتيرة جدا، ودايما كان بيبقى التحدي كيف نترجم الحلم إلى حقيقة وواقع على الأرض. وبمنتهى الأمانة يجب أن ننسب هذا الفضل كله لصاحب هذه الرؤية، واللي أصر على تنفيذها على الأرض بأسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة، وهو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وكان التوجيه أن احنا نبدأ بهذه المجموعة من الجامعات اللي وصلت زي ما يعني قال زميلنا الدكتور أيمن عاشور النهاردة إلى 20 جامعة. 20 جامعة اتعملوا في أقل من 10 سنوات. بقول لك يا حاج، انت لو رحت اي كتير من المعابد المصريه الفرعونيه، بعض المعابد لو كشطت كده، طبعا ما تكشطش، ما تعملش كده يعني، هتلاقي الخرطوشه دي اللي فوق دي اللي هي فيها اسم الملك وبتاع، تحته ملك تاني. احنا 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 احنا, احنا انا بكلمك يا ابن عمي، يعني انا وانت عارفين بعض، احنا بدعنا ان اللي جاي يغطي على اللي فات. الكذاب الاشر الراجل ده هو بيقول لك الفضل يعود الى السيسي. لا، انت لو عايز فضل في العجائز دي رجع الفضل لاحمد نظيف. انا يا حضرات، امن الوطني وقفني، كان امن الدوله وقتها وقف لي برنامج في قناه المحور اسمه شيزوفرينيا، عشان الكلام اللي بيقوله مصطفى مدبولي ده، لانه احمد نظيف استطاع ان يقود مؤسسات الدوله. يعني ايه بقى؟ شيل احمد نظيف بقى وتعالى كذاب يا احمد اسمع. احمد نظيف الحقيقه في فتره رئاسته وتولي الحكومه عمل شويه حاجات كده شديده الخطوره على المجتمع المصري، منها مثلا احنا عندنا شركه في مصر من ايام الانجليز اللي هي شركه المواصلات الداخليه دي وشركه الاتوبيس. يعني فجاه احمد نظيف اطلق يد العامه في انهم اي واحد عنده 5 ميكروباصات يبقى عنده شركه نقل. ففجأة تمشي في شوارع مصر تلاقي شوارع مصر مليانة باصات كده كبيرة، الباص بيقف على 36 محطة. دي شركة نقل، تلاقي شركة نقل أم لطفي، أم ترتر، أي حاجة يعني. أي حد عنده 10 أتوبيسات يطلقهم في البلد ويروح يأسس شركة اسمها شركة النقل. شوارع القاهرة اتملت من الناس دي، زي البق كده، عامل زي النقل كده. فتلاقي ميكروباصات معدية ما تعرفش دول مين. ده واحد، اتنين، وده طبعًا غل يد الدولة في المواصلات، لأن المواصلات ما بقتش تبع الدولة بقى، ده تبع 6000 شركة انطلقوا في مصر. خلاص؟ الحاجة التانية اللي عملها أحمد نظيف التعليم. أحمد نظيف في فترة حكومته أو توليته أطلق يد العامة في إن أي حد معاه قرشين محيرينه يعمل مدرسة ويطيرها. فبقى الحاج قرني أبو عاشور اللي كان تاجر فاكهة لما جاب قرشين واشترى حتة أرض عمل مدرسة. فبقت عندنا مدارس بالسبهللة، مدارس لا علاقة لها بالتعليم خالص، سواء إسلامية أو غير إسلامية، أنا بتكلم على كل المدارس يعني. فبقت الدنيا مليانة مدارس فما تغلبش بقى، فغل يد الدولة عن التعليم. فبقت الدولة كده ما لهاش علاقة لا بالتعليم ولا لا غير من المناهج بس، ولا لها علاقة بالمواصلات غير بالرخص والحاجات دي والمخالفات. حاجة التالتة بقى الجامعات. فجأة كده أي عيل جاب أي مجموع في الثانوية العامة أبوه معاه فلوس، بقى في 6000 جامعة تخرج ابنك هندسة يقف كده زيه زي خريج هندسة جامعة اسكندرية اللي هي عريقة، أو خريج هندسة جامعة القاهرة أعرق، زيه زي بالظبط، أنت معاك بكالوريوس هندسة وأنا معايا بكالوريوس هندسة، بس ده يفهم في الهندسة إيه؟ ولا حاجة، ولا أي حاجة. فاتملت الدولة جامعات. فالفضل إذا أنت عايز ترجعه لحد، اسمع هنا قال لك الفضل لمين؟ ارجع كده لأول الفيديو. سعيد جدا 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 بوجودي النهارده اليوم في تخريج، حفل تخريج الدفعه الاولى من
خريج الجامعات الأهلية، وزي ما حضراتكم سمعتم جميعا هذه الجامعات كانت حلم. حلم مين يا أبو حلم؟ حلم مين يا هالة؟ ما أحمد نظيف موجود على فكرة وعايش، والجرايد بتاعت أحمد نظيف موجودة وعايشة. فأنا عملت حلقة بقى عن القصة دي، عن إنجازات أحمد نظيف. فوجئت إن أمن الدولة راح قناة المحور سحب الحلقة دي والبرنامج وقف قبل ما تتعرض، ودي كانت واحدة من محطات إفلاسي في مصر، لأن أنا فلست بعدها، قعدت من غير شغل، محدش يشغلني. أحمد نظيف هو اللي عمل الليلة السودة اللي أنت بتتكلم عليها دي، نشر شركات المواصلات اللي ملهاش أي هوية. أهو هو ده أبو طويلة، ده الراجل الجميل، ده الزمن الجميل. نشر شركات بالهبل، عملت لهم أنا حصر، وأنا اللي عديت الحلقة دي بنفسي، لأني عملت حصر للشركات دي اللي كانت بالهبل طايحة في شوارع مصر. عملت حصر للمدارس اللي كانت في كل حتة، في كل منطقة، يعني أي حتة أي بلد، خمس ست مدارس اتفتحوا كده. إيه يا جماعة المدارس دي؟ أي مدارس أهي. أنا اللي عملت حصر للجامعات الخاصة في وقتها، ورحت قابلت الطلبة اللي كانوا بيخشوا، وشفت كان وقتها ب 3000 جنيه و 7000 جنيه أكتر حاجة يعني. جاي تقول دلوقتي إن السيسي هو اللي له فضل؟ هو أنتوا كده على طول؟ هو أنتوا إخوة مصريين؟ طب نسيبوا الفشل ده الراجل تاني. باختصار يا حضرات، كان لازم السواق يتحكم عليه ب 15 سنة سجن، لأنه صار كبش فداء. اللي هيحمي سبوبة السيسي من حد يفتح الملف ده أو يفضح السبوبة بتاعت الجيش اللي بتدخله مليارات مليارات كل سنة على حساب بقى حياة ولادكم، على حساب حتى عقول ولادكم، لأنه أي تعليم وأي جامعات، وفرحان بأن احنا عندنا 20 جامعة، الدول في العالم بتفتخر بجامعة واتنين. شوف أمريكا كام جامعة، ما يتعدوش على الصوابع الخمسة دول. أمريكا، إنجلترا، تلاقي هم كام جامعة. احنا جايين بقى نفتخر بعندنا 20 جامعة. أيوة مستوى التعليم أخباره إيه؟ ولا حد يقولك. أيوة مستوى الخريج بقى؟ ولا حاجة. أيوة بقى الشهادات بتاعتك بقى دي برا بيعترفوا بيها؟ ولا حاجة. احنا خريجين طب القصر العيني أو طب اسكندرية أو طب أسيوط، شهادات غير معترف بيها في دول العالم. الدكتور المصري لو راح تركيا الشهادة بتاعته مش معترف بيها تركيا، أما لو جه انجلترا بقى فمالكش فيها يا معلم. احنا شهاداتنا مش معترف بيها، جاي تقول لهم عندنا 20 جامعة؟